هل السفر مقدر بالمسافة أو بالزمن أو بالعرف؟ جمهور العلماء على أنه مقدر بالمسافة، فما بلغ نحو 81 كيلو فهو سفر ولو قطع الإنسان نصف ساعة، ولو رجع منه بيومين. ومن العلماء من يقول العبرة بالعادة بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فلو أن الإنسان سافر بالطائرة إلى الرياض ورجع في يومه لعده الناس سفرا لبعد الرياض، ولو ذهب إلى بريدة وتغدى عند صديق له ثم رجع فإنهم لا يعدونه سفرا لقرب المسافة. وهذا أقرب إلى الصواب أن العبرة بالعرف، لكن يشكل على هذا أن العرف غير مضطرد ولا منضبط، قد يعد بعض الناس هذا سفرا وقد يعد الآخرون غير سفر. فلذلك المسألة لا يمكن أن ينضبط الناس فيها إلا إذا قلنا إنها مقدرة بالمسافة، وأنك إذا نويت سفرا إلى 81 كيلو فأكثر فأنت مسافر، وما دون ذلك لست بمسافر. أما مكة وجدة فكانت المسافة بينهما فيما سبق مسافة قصر لا شك، أما الآن فلا، لأن كلتيهما توسع ودنا من الأخرى، فلا يبلغ مسافة ما بين مكة والمدينة وجدة الآن لا يبلغ مسافة القصر. نعم. وأنا أقول لكم أن الصواب مع من يقول أن العلة أن العبرة أن العبرة بالعرف، يدل على هذا أن أهل مكة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا معه وقصروا معه في عرفات وفي مزدلفة، وهذا لا يبلغ المسافة التي قدرها من يقدرون السفر بالمسافة.